على الجواب ديالكم، وحنا كفريق تقدم ديمقراطي كنتظروا منكم انكم تاكدوا على هذا الحق وهذه الحريه الفرديه بالنسبه لكل واحد، ولا سيما بالنسبه للفتيات وطريقه اللباس ديال الفتيات. لابد ناكدوا على انه الفتاه المغربيه او المراه المغربيه من حقها باش تلبس الصايه او تلبس الكسوه او تلبس البنطالون او تلبس المايو اذا كانت في البحر، على غرار الرجل ملي كيجي الصاد وكيحيد كيبقى عاري الصدر وما كيهضر مع حتى شي واحد. المراه من حقها وهي كنعرفها انه مسؤوله وانه ماشي غتخرج على القواعد اللي هي معروفه، ولكن المراه من حر من حقها ومن حريتها انها تلبس داكشي اللي بغات. وكنتظروا منكم انكم تساهموا في نشر ثقافه المساواه، واناشد كذلك السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه من اجل انه في المساجد كذلك يكون واحد المجهود من اجل نشر ثقافه المساواه والحريات في بلادنا. وشكرا. شكرا على الجواب ديالكم، وحنا كفريق تقدم ديمقراطي كنتظروا منكم انكم تاكدوا على هذا الحق وهذه الحريه الفرديه بالنسبه لكل واحد، ولا سيما بالنسبه للفتيات وطريقه اللباس ديال الفتيات. لابد ناكدوا على انه الفتاه المغربيه او المراه المغربيه من حقها باش تلبس الصايه او تلبس الكسوه او تلبس البنطالون او تلبس المايو اذا كانت في البحر، على غرار الرجل ملي كيجي الصاد وكيحيد كيبقى عاري الصدر وما كيهضر مع حتى شي واحد. المراه من حقها وهي كنعرفها انه مسؤوله وانه ماشي غتخرج على القواعد اللي هي معروفه، ولكن المراه من حر من حقها ومن حريتها انها تلبس داكشي اللي بغات. وكنتظروا منكم انكم تساهموا في نشر ثقافه المساواه، واناشد كذلك السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه من اجل انه في المساجد كذلك يكون واحد المجهود من اجل نشر ثقافه المساواه والحريات في بلادنا. وشكرا. شكرا.